مشاهدينا الكرام، هذه لقطات بث حي ومباشر من الأراضي الفلسطينية المحتلة، تحديدا من محيط المسجد الأقصى المبارك، أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين. ونتابع محاولات القوات، قوات الاحتلال، الاعتداء على الفلسطينيين وإطلاق الغاز المسيل للدموع في أماكن متفرقة من محيط المسجد، حيث تظهر قبة الصخرة في نهاية الصورة التي كانت أمامنا على الهواء. ومن أكثر من زاوية تتابع الكاميرات عمليات الكر والفر وعمليات المواجهات التي يعني تحدث أو حدثت في أعقاب صلاة الجمعة اليوم، بعد منع المصلين من دخول المسجد الأقصى وأداء الصلاة فيه بعد تركيب البوابات الإلكترونية، إمعانا في الصلف الإسرائيلي والانتهاكات المستمرة ومنع المصلين سواء المسلمين أو المسيحيين من أداء شعائرهم. يعني قوات الاحتلال يدافع الاحتلال وعن احتلاله، بينما يدافع الفلسطينيون والعرب عن أوطانهم. إذن ما نشاهده هنا ربما تبدو معركة غير متكافئة ومواجهات غير مستحقة، لكنها الوسيلة الوحيدة للدفاع عن الشرعية في إطار الدفاع عن الأوطان وفي إطار محاولة التمسك بكل ذرة من مما تبقى على الأقل من تراب هذه الأوطان. إذن هذه اللقطات مشاهدينا الكرام تأتيكم على الهواء مباشرة، وبالطبع الكاميرات التي تبث هي من جانب قوات الاحتلال، لكن وكالات الأنباء يعني تذيع هذه اللقطات من هذا الجانب وعلى الهواء مباشرة من كل المصادر. مشاهدينا الكرام، نبث لحضراتكم هذه اللقطات. Давай, 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 давай